منورني واحد من نجوم نادي البنك الاهلي، واحد من نجوم الكره المصريه، اسم كبير مع نادي الزمالك ومع بيراميدز ومع منتخب مصر، والان مع البنك الاهلي الكابتن الكبير كابتن احمد توفيق. كابتن احمد مشرف ومنور حبيبي. منور والله يا كيمو، انا سعيد ان انا موجود وشفتك النهارده. يا حبيبي انا اسعد. اخبارك ايه؟ الحمد لله. قول لي بقى تجربه البنك الاهلي مع كام تدريبه مع البنك الاهلي، حاسس انك مبسوط، حاسس انك سعيد، حاسس ان انت فرحان وانت مع اداره محترمه وجهاز فني كبير؟ والله الحمد لله، كل الناس الاداره كلها موفره للعبه كل اللي هي محتاجاه، وانا مش مبسوط، بحس ان انا معاهم من سنتين، يعني مبسوط مع اللعيبه ولعيبه محترمه، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه السنه دي نساعدهم ان شاء الله. مع بيراميدز كنت معظم مباريات اساسي، مع بيراميدز كنت بتأدي بشكل كويس، فجاه احمد توفيق خارج بيراميدز، ايه اللي حصل؟ لا هو ما فيش حاجه حصلت، هو كانت في مفاوضات من النادي، فده نصيب يعني. انا قعدت مع قعدت مع اللي هو اشرف وكنت مرتاح شويه يعني. في الوقت اللي انت كنت بتتحرك فيه من بيراميدز، اكيد يعني انت قريت الكلام دوت، كلام عن الزمالك، كلام عن الاهلي، كلام عن كل انديه مصر عشان احمد توفيق ممكن يروح لهم، مين كان اقرب ليك او مين اللي كان داخل مع البنك الاهلي في منافسه واخترت البنك الاهلي في الاخر؟ كان في كتير يعني. كان في الزمالك وفي فيوتشر وفي فاركو وبيراميدز برضو. بس انا لما قعدت مع اللي هو اشرف بصراحه ارتحت له، وحسيت ان هو زي والدي بالظبط، وكان كلامه كويس معايا وارتحت من جواه. الاجواء يعني هنا عظيمه بصراحه، انا دخلت هنا الاجواء عظيمه من كل الناس. لا طيب، الزمالك محترم. الزمالك بيتك اصلا يعني، فليه الزمالك ما كملتش الموضوع؟ رغبتك انت ورغبه النادي؟ هو عشان انا قعدت مع اللي هو اشرف وكان في ارينا فاتحه مع بعض وبتاع، فكان الموضوع كان بالنسبه لي كان صعب. يعني كان يعني بعد الزمالك كان يتكلموا بعد ما خلصت مع البنك الاهلي. بالظبط كده، فانت خلاص حسمت عمرك مش عايز. بالظبط كده. طيب الكلام بقى عن النادي الاهلي، واصل اكرم توفيق بيتوسط مع احمد توفيق للانضمام للنادي الاهلي والكلام ده، الكلام ده حصل؟ لا 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 ما حصلش خالص. لا لا ما واكرم ما كلمكش؟ لا اكرم كلمني كذا مره بيقول لي ما تيجي عندنا، انت مش عايز تيجي عندنا ليه وبتاع. طبعا لعبت 9 سنين في الزمالك وبتاع، فمش هينفع ان انا العب في الاهلي وبتاع وكلام من ده. بتحب الزمالك اكتر من اكرم ولا بتحب الاثنين؟ احب الاثنين عشان ما غلطكش، بس احب الاثنين. ما تقولش بحب الزمالك اكتر من اكرم، اكرم يزعل منك والعكس صحيح. ده اخويا في الاول وفي الاخر، اخويا فايشين معانا طبعا. بالظبط كده. العيلة حلوة، عيلة توفيق كلها حلوة، اللعيبة كلها كبيرة، وأكرم ما شاء الله عليه رجع تاني أهو بيتألق، وكان موجود مع منتخب مصر، إمتى هنشوفك كمان في منتخب مصر زي إن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله مع ماتشات إن شاء الله. أول حاجة بس الواحد يركز إن إحنا نعمل حاجة في النادي هنا ونخليه في مكانة كويسة. كلنا مركزين إن إحنا نلعب أفريقيا السنة الجاية، فإن شاء الله ربنا يسهل الموضوع. أنت جاي البنك الأهلي باك رايت ولا جاي وسط ملعب؟ انا بلعب في الاثنين يعني، بس انا دلوقتي بلعب باك رايت. باك رايت انت بقى اصلا بتحب ايه اكتر؟ انا بحب المكانين طبيعي، بس اي لاعب في العالم لو سالته هيقول لك والله المركز ده انا بحبه اكتر من المركز ده، بس انا بلعب المكانين هايل يعني مفيش مشكله. انت ايه المركز اللي بيريحك اكتر في الكوره؟ والله انا لعبت في نص الملعب، كنت بادي كويس وبروحت المنتخب وانا في نص الملعب، ولعبت باك رايت ورحت المنتخب وانا باك رايت، فالمكانين بالنسبه لي يعني مش ما بفرقش بينهم يعني. انت حاسس ان انت راجع قريب المنتخب؟ ربنا يسهل ان شاء الله. عايز ترجع المنتخب في مركز ايه؟ اللي انا هلعب فيه ما لا ما انا عايز في البنك عايز عايز اضربك في اكرم بصراحه، انا جاي النهارده نيتي شر. لا عايز تلعب باك رايت؟ المركز اللي هلعب فيه هنا في النادي اكيد. اي لعيب طموحه ان هو يروح المنتخب وان هو يساعد لمنتخب مصر في يساعد بلده في الماتشات، دي لاي لعيب طموح اي لعيب يعني عامه. تخيل انت واكرم مثلا بيتنافسوا على مركز واحد في المنتخب. ما حصلت قبل كده في ماتش لقيته هو بيلعب اساسي وانا قاعد على الدكه. قفشت بقى؟ لا عادي عادي. اتضايقت؟ ما اتضايقتش من الجهاز الفني؟ لا لا ما اتضايقتش. ما كنتش بتتمنى انه يخرج مثلا ولا حاجه؟ لا لا خالص؟ ما بتجيش عندك دي خالص؟ لا خالص لا. طيب السنه الجايه طموحك مع البنك الاهلي، البنك الاهلي بشكل عام شايفه هيبقى فين؟ والله احنا كلنا بنتمرن بندي اقصى حاجه في التمرين وبنقعد مع بعض وبنحفز بعض ان احنا ان شاء الله ان السنه الجايه نلعب افريقيا، وطموح النادي هنا اصلا مساعدك على كده ان هو يبقى يلعب في افريقيا، وعايزين يبقى في احلى في اقصى مكانه، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي ونقدر نحقق الطموحات دي معاهم يعني. عايز اسالك سؤال بره البنك الاهلي، قلت اساله لك في الاخر. انت قعدت فتره طويله مع بيراميدز، وبيراميدز فريق محترم وعنده نجوم كبيره جدا، ولعبت مع نجوم كبيره انت جدا، وانت واحد من النجوم الكبيره دي، ليه بيراميدز ما خدش بطوله؟ انت بقى الراجل اللي جوه، ليه بيراميدز ما ياخدش بطوله؟ احنا لعبنا كذا نهائي مع بيراميدز بس ما كانش في نصيب يعني. توفيق بس ما كانش في نصيب. ما فيش حاجه تنقص بيراميدز يعني. ممكن مثلا اللي هي القوه الجماهيريه بتاعت النادي بس هي اللي ناقصاها بس مش اكتر. عشان بيجي لك في ماتشات مثلا تبقى انت محتاج الجماهير دي في نهائيات معينه. صح. فبتلاقي حتى الحكام تبقى
مع الناس اللي مع الجماهير يعني، النادي اللي اكتر جماهير يعني. صحيح. فده بيبقى صعب بالظبط على النادي يعني.